دي دراسة الجدوى. منير وعندك خطابات الضمان. شي جميل وبياخد العقل. أظن كل شيء كده يبقى واضح. شو المطلوب يا مدام نور؟ في الأول هحتاج 2 مليون دولار، وفي خلال 6 أشهر تمول لي عمليات توصل 6 7 يمكن 10. هيدا مبلغ منه صغير يا مدام. خلاص، لو مشروعي أكبر من إمكانيات البنك عندكم أشوف بنك تاني. تقبرني خفة دم المصريات. شو يا مدام؟ دمك حامي كتير. هالمشروع بده دراسة. على العموم أنا حسيب لك المستندات دي تدرسها، ونتقابل بالليل الساعة 9 على 10.